سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير سياسة FM الاثنين للجمعة من ماضي ساعة للساعتين مع محمد كشت وسارة خضر على أوازيس FM. عسلامة، مرحبا بكم في حصة جديدة من سياسة FM. اليوم 24 أكتوبر 2016، بداية أسبوع موافقة للي يقروا للي يخدموا للي شادين ثنية، ربي معاكم، للي في الدار الناس كل ربي معاكم، إن شاء الله بداية أسبوع ناجحة وموافقة. ألفة بكوش في الجانب التقني، نورة في التنسيق مع ضيوف، أنا سارة خضر في الإعداد والتقديم. يضمن استقلالية السلطة القضائية ويشرف على حسن سير القضاء، هذا هو المجلس الأعلى للقضاء، تحدثنا عليه الأسبوع الفارط نهار الأربعاء، والاستعدادات لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. تمت هذه الانتخابات أمس لباس بدون تسجيل تقريبا حسب بيانات ليزي، أي خروقات هامة بشكل منظم وانسيابية اعتيادية كما حركة المرور. انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، لكن واضح أنه حال خروج النتائج الأولية لهذه الانتخابات تفجرت ردود الأفعال بين الناس اللي تعتبر أنه هذا المجلس خطوة هامة في سياق تكريس استقلالية السلطة القضائية، بين اللي يعتبروا كما قال مثلا يوسف الشاهد رئيس الحكومة حدث فارق في تاريخ تونس، برشا اعتبروه حدث تاريخي. أيام 23 أكتوبر انتخابات أعضاء مجلس الأعلى للقضاء، وبين ناس من القطاع من المهنة يطرحوا تساؤلات ويشككون مسبقا في مدى استقلالية هذا المجلس ومدى نجاعة الدور اللي باش يقوم به مستقبلا. تشكيك من منطلق القانون الأساسي أصلا المنظم لهيكلة وطبيعة مهام هالمجلس هذا، وأيضا تشكيك على ضوء ما أفرزته النتائج الأولية تحرز ويعني تخوف من وصول بعض الأسماء ونجاحها في الانتخابات. بعض يقول هذه لعبة الديمقراطية، انتخابات نزيهة حرة شفافة، أفرزت 45 هو بتحديد 44 عضو، لأن فما يعني قطاع فيه شغور المفروض يتم تسديده لاحقا. إذن أمس 45 عضو تم انتخابهم على لعضوية هذا المجلس، اللي نذكره هو مجلس فيه يتكون في من ثلاث مجالس، يعني كان هو مجلس جامع لثلاث مجالس، فما مجلس القضاء العدلي في فما 15 عضو، مجلس القضاء الإداري 15 عضو، ومجلس القضاء المالي 15 عضو، اختصاصات مختلفة، قضاة من مختلف الاختصاصات، قضاء إداري، قضاء عدلي، وقضاء مالي، ومن الرتب المختلفة الأولى والثانية والثالثة، وأيضا محامون وأساتذة جامعيون باحثون في القانون العام والمفروض المالية. انتخابات سجلت نسبة إقبال على التصويت ب 46.9%، أقل نسبة للأسف سجلت في ولاية جابس 38، نسبة إقبال 38%، أقل نسبة إقبال سجلت وهذا مفاجئ الحقيقة، البعض يعتبره مفاجئ في صفوف المحامين اليوم أكثر عدد في صفوف الناخبين، نسبة 37.1%، وأعلى نسبة لدى القضاة من الرتبة الثالثة 77%. إذن هل الجدل الآن حول ما أفرزته النتائج الأولية، ومرة أخرى المجلس الأعلى للقضاء يثار حوله الجدل والنقاش كما قلت بين من يعتبره حدث تاريخي وخطوة أولى باتجاه تكريس المطمح لنجم نقوله مطلب شعبي ومطلب عام، تكريس سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وبين يعتبره لا ربما يكون للأسف خطوة للوراء وعودة لأشكال من الممارسات السابقة من وضع اليد على القضاء وعلى السلطة القضائية.
بين هؤلاء اللي عنده تساؤلات وعنده تشكيك القاضي المعروف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني عفوا يكتب تدوينة لافتة على صفحته على الفيسبوك ويقول نخبة القضاة تختار الانقلاب في تعليق على التصويت خاصة على اسم معين. تنجو للتفاصيل التصويت اللي قاموا به قضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي. أيضا كلثوم كانوا أحد الشخصيات الأسماء البارزة اللي ترشحت لهذه العضوية المجلس هذايا ما تمش انتخابها. تقول أنا أحترم وأقبل بنتائج التصويت لكن تقول في آخر التدوينة متاعها جملة لافتة أحمد الله أني لم أفوز في هذه الانتخابات حتى لأكون جنبا إلى جنب مع من قاد انقلاب 2005 ومع من سخر وسيسخر نفسه لخدمة السلطة السياسية مهما كان لونها. إذن كلام مهم كلام خطير يستدعي أنه نتوقف عليه لأنه نعود ونكرر السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى هيكل مهم جدا جدا في البناء الديمقراطي ويهم التوانسة الكل رغم يهمش فقط القضاة والمحامين ولا أهل القانون. خليني نمشي مباشرة لاستضافة وترحيب بضيفي الرئيسي في حصة اليوم التقبل مشكور بقبول استضافة أحمد الرحموني القاضي ورئيس مرصد التونسي لاستقلال القضاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذن الله يخليك. نذكر جيدا أنه منذ بداية مسار النقاشات حول مشروع قانون الأساسي للمجلس القضاء كان سال حبر كثير وكتب الكثيرون وأنت من أهم اللي كتبوا في السياق هذا وكان فما أخذ ورد وفما موقف لهياك القضاء سواء النقابة سواء الجمعية وموقف للقضاة موقف للمحامين القطاعات الأخرى وبشكاليات كثيرة من المشروع الأول المشروع الثاني وتعطل وعدم دستورية ورجوع وحتى بعد مصدر تم ختمه وصدره في الرايد الرسمي بقي الكثيرون يشككون في دستورية هذا القانون. الآن أصبح أمر واقع القانون نافذ وأيضا حتى الانتخابات ونتائجها الأولية المفروض 21 نوفمبر حسب ليزي تم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات هذه لكن ما زال هالمجلس هذه وقانونه الأساسي محل جدل. أنت من أبرز المنتقدين للقانون ومن أبرز هذا منتقدين لهذه الانتخابات ولنتائجها. خلينا قبل ما نرجع لتعليقك على نتائج الانتخابات خلينا نفهم شوية. عندك مقال أيضا لافت كتبته قبل التدوينة الأخيرة اللي يخص انتقادك للانتخابات في حد ذاتها وعليش هالقانون عندك تحافظ عليه. خلينا من ناحية الشكلية والقطاعات اللي شارك في الانتخابات والمقبلة. أنت انتقدت يعني مسارعة الهيكل القضائي في المشاركة في الانتخابات وانتقدت زادة المحامين اللي يعني انهم مشاركتهم زادة كانوا مدفوعين برغبة مفهومة في التموقع داخل المجلس وانتقدت الأحزاب المهيمنة. خنبدو بالهياكل القضائية علاش انتقدت يعني انها واعتبرها مسارعة الهياكل القضائية في المشاركة في الانتخابات؟ مش المفروض طبيعي انهم يشاركوا في انتخابات المجلس هذا؟ ليس طبيعيا لأنه الهياكل القضائية ناقضت نفسها بعد أسبوع فقط يعني بينما كانت تشن يعني تحركات كبيرة مفتوحة ضد مشروعية القانون وإذا بها بعد المصادقة أو ختم القانون تعتبر نفسها ساهمت حتى في صياغة ذلك المشروع في عملية تبريرية للتموقع لأنه يجب أن نعلم أن القضاة التونسيين يعدون خمس هياكل خمسة هياكل ثلاثة هياكل في القضاء العدلي هيكل في القضاء المالي وهيكل في القضاء الإداري. هذه التجاذبات الموجودة بالأساس بين نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين هي التي دفعت بطبيعة الحال كل من الفريقين إلى التموقع داخل المجلس بقطع النظر عن مشروعية هذا المجلس. يعني لا يمكن في آن واحد أن نتمسك بأن هذا المجلس هو متعارض مع الدستور لا يضمن مقومات السلطة القضائية ولا يؤسس لوجود هذه السلطة وفي آن واحد
نسارع إلى انتخاباته من باب التغطية على ذلك. يعني هذا هو محل تعتبر أنها ناقضت نفسها؟ بالطبيعة ناقضت نفسها، لأن الهياكل لا مش فقط تعمل على الدفاع عن مصالح منخرطيها، بل تدافع عن فكرة استقلال القضاء في البلاد. يعني فكرة استقلال القضاء في البلاد من يتولى؟ يعني نحن مثلا كما لاحظين كمرسى التونسي لاستقلال القضاء لم ندعو إلى التمرد على قوانين الدولة، ولكن لا أحد يمكن أن يفرض الترشح على منخرطي هذا الهيكل. كنت تنتظر منهم يقاطع الانتخابات هذه؟ هم لم نكن في واقع، يعني بالنظر لواقع التجاذبات الموجود داخل الوسط القضائي لم نكن ننتظر ذلك يعني. لكن كان من جانبنا إبراز لتعاطي الهياكل نفسها بطريقة لا تتوافق مع مقومات استقلال القضاء، لأنه المسألة ليست في انتخابات، ليست في واجهات، ليست في مشاركات. لأنه إذا كان القانون نفسه، وهذا ما تعتقده الهياكل، غير دستوري، فيه في القانون نفسه هناك مخالفات جوهرية لمقومات استقلال القضاء، يجب أن تخوض هذه الهياكل يعني مسارا من أجل تغييره لا من أجل الترفيع. طيب وعليش ما يكونش هذا النضال ولا الصراع يكون من الداخل؟ أصبح القانون أمر واقع والانتخابات أمر واقع، فنشاركوا فيها ونناضلوا من الداخل. يعني المجلس يتضمن معوقات، هنا باش نجوع عليها الحقيقة، أنت خمس معوقات أوردتها. هي مقومات، هي معوقات داخلية يعني لا يمكن أن تجعل من هذا المجد في وضعيته الحالية قابلا للتطوير. هي إلا بتغيير القانون تصور ربما. هو الحجة هذه نضال من الداخل وحجة المرحلية يمكن أن تكون في مسارات أخرى، أما في مسار تركيز العدالة بالنسبة للناس، في مسار المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لا يمكن أن نشهد تدرجا في ذلك، لأنه نحن لم نشهد بعد 14 جانفي تغييرا في النظام السياسي فقط، بل شهدنا ثورة. هذه الثورة التي تقطع مع ممارسات سابقة. طيب. يعني لا يمكن أن ننظر لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء كانتخابات إجرائية، كانتخابات يعني تعطي الانتباع لممارسة ديمقراطية مغشوشة، في حين أن المضمون لا يتوافق مع اختياراتنا الدستورية. يعني هذا المجلس الأعلى للقضاء للظروف التي وقع صياغته فيها كان مفروضا، وهذا مفروضا من الأحزاب المهيمنة، وهذا هو دور يعني الأحزاب. حركة النهضة ونداء تونس أخرج من جيبيهما هذا النموذج للمجلس الأعلى للقضاء ليتم فرضه في الأخير على القضاء، وهذا مش نظرة قطاعية، لأن المجالس العليا للقضاء عموما الهدف منها هي حماية القضاء، يعني ليست إطارا لتمثيل مصالح فئوية، لا تمثل المجالس العليا للقضاء المحامين أو عدول التنفيذ أو الخبراء، لا تمثل مصالح مادية أو معنوية لمنخرطيها، هي في الأخير آلية من الآليات لإسناد القاضي الذي يحكم لكي لا ينخرط في تأثيرات سياسية، حتى لا تنفرد بها السلطة التنفيذية للضغط عليه.
وفي الأخير هذه المجالس ليست للقضاة، ليست للقضاة بمعنى ليست مملوكة للقضاة وليست امتيازات للقضاة، بل إن حماية القاضي نفسه يستهدف ضمان حقوق المتقاضي. يعني هل يمكن لنا أن نتصور مجلسا مرحليا يقسم العدالة على الناس بحسب التطور، في حين أننا نعيش ثورة يجب أن تقطع مع الوضع السابق؟ هذا هو المعنى الذي يتنزل فيه الانتقاد يعني لمشروع القانون أو لممارسات بعض هياكل القضاة أو ممارسات المحامين أو غيرهم. طيب أنت اللي اعتبرت أنه رغبة المحامين في يتوجدوا في هذا المجلس يعني ناتج عن رغبتهم في التموقع وضعاف صلاحيات، ما فاجئكش أنه النسبة الضعيفة لإقبال المحامين اللي على الانتخابات هذه؟ وربما هذا ما يأتش كلامك أنه واضح أنه لا، كانوا المحامين في كلام الأمر ما همش مهتمين ياسر أنهم يتموقعوا داخل هذا المجلس. يعني أنا لا أقصد عموم المحامين، أنا أقصد موقف الهيئة الوطنية للمحامين في عهد محمد فضل محفوظ محفوظ، والذي صرح يعني وأصدر في ذلك بيانات يعني هجومية ودعما لنموذج هذا المجلس الأعلى للقضاء، بل أنه عارض حتى استقلالية النيابة العمومية، وكان يعني داعما فقط لوجود المحامين في تركيبة المجلس. ولم يخذ القضاة والمحامون معا يعني المسارات التي خاضوها في أوقات أخرى، سواء في بداية الثورة أو قبل 14 جانفي. هذه المسارات التي كانت دافعا لتقوية القضاء المستقل. يظهر أن المحامين ممثلين في هيئتهم وقتها سقطوا في تجاذبات تاريخية ما بينهم وبين القضاة، وأنا لا أنكر لوجود يعني أسباب للاختلاف عميقة ما بين القضاة والمحامين، ولكن الموقف الذي كان وقتها عند الإعداد للقانون كان موقفا مفارقا لتاريخ المحاماة اللي ناضلت هي أيضا من أجل استقلال القضاء ما بين القضاة. لكن تفاعل المحامين عددهم كبير، يعني من 8000 إلى 10000 محامي، إقبالهم بالطبيعة النسبة ستكون بالنسبة للعدد الجملي. يعني في الأخير المحامون يمثلون خمسة مرات ضعف عدد القضاة، بالطبيعة أنه عدم حضور ومشاركة المحامين في هذا ملفت للانتباه، ولكن لا تغير من الموقف الأصلي شيئا. طيب أنت في الانتقادات لقانون الأساسي واللي تعتبر أنه معوق لتأسيس بالفعل جهاز يضمن استقلالية السلطة القضائية، تقول البقاء على محاذير التسييس وتضارب المصالح، وهذا إشكال كبير. يعني التسرب السياسة وتسرب الأحزاب كما قلت أنت لداخل مؤسسات الدولة على رأس المجلس الأعلى للقضاء، ثم فيما بعد الرهان الكبير اللي توفي الانتظار المحكمة الدستورية، علاش خاف القاضي أحمد رحموني من هذا التسيس؟ وش معناها تضارب المصالح؟ واضحنا، خلي الناس تفهم يعني أكثر. التسرب اللي هو لعبة، التسرب إلى مؤسسة الدولة هي لعبة الأحزاب السياسية. يعني قبل 14 جانفي كان القضاء جهازا تابعا للسلطة الاستبدادية، تغير الأمر بعد 14 جانفي إذا أصبح القضاء موزعا بالطبيعة في تأثره بين الأحزاب السياسية. المعطى السياسي الجديد يجعل بالطبيعة أنه تأثير الأحزاب المهيمنة هو تأثير واضح،
المؤسسة القضائية هي مؤسسة موروثة لم تخضع لإصلاح عميق ولم تخضع تقريبا لأي إصلاح جدي. بالطبيعة مجرد الثورة نفسها لن تغير العقليات والممارسات، لن تغير من طبيعة العلاقات. احنا بالنسبة للقضاة السياسيون سواء كانوا يمينا او يسارا، لذلك شاهدنا احنا منذ بداية الثورة لعبة السياسيين، لعبة الهيمنة. بالطبيعة تتذكرون يعني بعد تركيز المجلس الوطني التأسيسي إلى أي حد لعبت شخصية الوزير العدل المهيمن لعبت دورا كبيرا. نور الدين البحيري وانت ذكرته في تدوينتك صراحة، كان مهيمنا وأنا لا أنسي أن يكون مهيمنا إلى الآن. الترقيات التي قام بها السيد نور الدين البحيري وقتها والتي قام بها في ديوانه، يعني كان يعمل لنا حركات قضائية، هو نور الدين البحيري يعني عمل زوز حركات أصلية وحركة جزئية. هذه الحركات التي يعني تعلقت بألف قاضي. احنا عملنا تقرير وقتها في المرصد التونسي لاستقلال القضاء ورأينا إلى أي حد كان السياسيون يغيرون من تركيبة القضاء. بالطبيعة أنا لا أنكر أن يوجد إلى اليوم هذا التأثير، وحتى النتائج الانتخابية التي يعني لم تفاجئنا أظهرت عودة تلك الأساليب القديمة. وفي هذا بلين حب نسألك تحديدا، علاش اعتبرت نخبة القضاة تختار الانقلاب تعليقا على أنه القضاة العدليين من الرتبة الثالثة اللي صوتوا بنسبة 77% أعلى نسبة الحقيقة للمشاركة في التصويت، وتحديدا واضح أنه تلمح لاسم بعينه. خلينا نرجع بالذاكرة شوية، شنو بالضبط خلفية هالتدوينة؟ نرجع بالذاكرة، والقضاة 2005 يعرفون جيدا هو القضاة المقصودون وهم الرتبة الثالثة من القضاء العدلي. في يوم الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين في جويلية 2005 كانوا في أغلبهم من الرتبة الثانية. جميعهم يعرف التاريخ جيدا ويعرف كيف أن عملية الانقلاب كانت مؤثرة وكانت بارزة، كانت مجسمة لتحالف الفساد القضائي والسياسي وقتها، وكانت مجسمة لاختيارات السلطة في فرض هيكل موالي لها على القضاة، وكانت معاناة كبيرة تحتاج إلى كتب لروايتها. وكان من تأثيرات ذلك الانقلاب الذي قاده السيد خالد عباس قاده يعني على عهد الوزير الأسبق السيد البشير التكاري، وبتحالفات وقع كشفها كان ذلك الانقلاب مؤثرا على مصير القضاة التونسية. ونذكر يعني أنه خالد عباس تم انتخابه من ضمن باش يكون موجود في أعضاء المجلس الجديد، أنه كنا نعتقد أننا توينا هذه الصفحة، وإذا بنا نكتشف أنه القضاء الذي لم يخضع لإصلاح جوهري لم يتغير في جوهره. يعني باش تعرفوا فداحة الأمر، يعني الذي انتخب خالد عباس بقطع النظر يعني عن النتائج الجملية لهذا المجلس الذي انتخبهم نخبة القضاة التونسيين، هم الذين يتولون مسؤوليات العليا، 200 قاضي تقريبا هم في الأخير أرفع المناصب القضائية في هذه الدولة. هؤلاء ينتخبون الانقلاب بما فيه من رمزية في ذلك. لا أعرف الأسباب، فما تكون أسباب عميقة، ولكن الشيء الثابت أننا ندفع ضريبة عدم إخضاع القضاء لذلك الإصلاح العميق، عدم الرقابة في إعداد عند إعداد القانون على شروط النزاهة والكفاءة.
يعني هناك من المترشحين من وقع إزاحته لارتباطه بأحزاب سياسية. هذا لا يرتبط فقط بالأحزاب السياسية، هذا يرتبط بمنظومة الاستبداد بجميعها. يعني حتى لا أكون سوداويا، يعني تصوروا إلى أي حد ستكون هناك ضمانات للمواطن إذا كان 200 من على الأقل، يعني 200 من أعلى المناصب القضائية ينتخبون أحد الرموز المرتبطة بالفساد السياسي والفساد القضائي قبل 14 عام. يعني هذا لا، أنا لست معنيا بصفة مباشرة بالانتخابات لأني لم أنتخب أصلا ولم أكلف نفسي أن أنتقل لأشارك في هذه الانتخابات، كما أني ممنوع من الترشح بحجة أنه أترأس جمعية قضائية. يعني هذا ما أراده السيد نور الدين البحيري والسيد عباد الكافي، لكني يعني إقصاء. أنت تعتبر نفسك كنت مستهدف بالإقصاء؟ لا، هو بالطبيعة هو جعل على مقاس، هو القانون الأساسي لكي يستبعد، سواء كان النص الأصلي يشير إلى هياكل القضاة، ثم عند تنقيحه بعد ذلك في لجنة التشريع العام وسع الأمر إلى الجمعيات القضائية. ولذلك لم يكن لي نية أنا نفسي للترشح، ولكن حتى يعني ممكن المساحة التي بقيت في هذا الفضاء العام لكي نقول بعض الحقائق هي التي تهمني أكثر. يهمنا كذلك أن نؤكد على أن استمرار النفوذ القوي للنظام القضائي السابق هو الذي مكن من اختراق تركيبة المجلس الحالي، وأنا على نقيض من يروج إلى أن هذه الانتخابات هي مرحلة، أو هذه الانتخابات هي التقدم، أو هي إقلاع نحو استقلال. نكسة هي إذن؟ هذه الانتخابات هي نكسة، هي مقياس لوضع القضاء نفسه. وضع القضاء نفسه الذي يكشف عن طريق هذه الانتخابات إلى أي حد كنا مخطئين في عدم إخضاع القضاء لإصلاح عميق، في تأجيل إصلاح القضاء منذ بداية الثورة، والاعتماد فقط على الأداة الانتخابية أو قل الأداة الديمقراطية لمجلس أعلى للقضاء. لا يكفي فقط أن ننتخب 6 عن كل رتبة لكي يكون هذا المجلس ضامنا لحقوق المتقاضين، ضامنا لاستقلال السلطة القضائية، أو حتى لوجودها معنا. طيب، يقول قايل التداعيات، يعني البعض ربما يعتبرها نظرة مبالغة في التشاؤمية، كما قلت من بداية الحصة كل واحد كيف يشوف الموعد اللي صار أمس، البعض يعتبره خطوة إلى الأمام وموعد وحدث تاريخي، وبعض كما أنت تشوفوا أنه لا، ربما خطوة إلى الوراء في مسار تركيز السلطة القضائية المستقلة. خلينا نشوف التداعيات على ضوء قراءتك هذه، إذن كيف ستكون التداعيات في المستقبل؟ أول شيء على مسار القضاء، وثاني حاجة على مسار استكمال الهيئات الدستورية وعلى رأس المحكمة الدستورية، وانتشرت لها في مقالاتك. نعرف جيدا أنه المحكمة الدستورية مؤسسة هامة جدا، وكانت متوقف تركيزها على إتمام انتخابات المجلس الأعلى القضاء. البعض فرح بإتمام هالانتخابات هذه باعتبار أنه هذا سيسارع بتشكيل المحكمة الدستورية. أنت تعتبر أنه المحكمة الدستورية على ضوء هالشيء هذا مش تكون بالمأمول اللي ننتظره طبقا للدستور؟ بالطبيعة، لأنه المجلس الأعلى ما زال به ترسبات عدم الدستورية تشوبه عدم الدستورية. المجلس الأعلى للقضاء هو الذي سيشارك في اقتراح يعني أعضاء للمؤسسة الوليدة، وهي ما بين قوسين هي مؤسسة مسيسة، لأنه
الذي يختارها هم الأحزاب السياسية، هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الحكومة، هو البرلمان. بالطبيعة لا ننتظر أن تكون هذه المؤسسة هي مؤسسة محايدة، وهذا روك وقع تأكيد عليه من قبل حتى منظمات، واعتبروا أن نموذج المؤسسة الدستورية التي اخترناها هو نموذج يتناقض يعني مع المعايير الدولية. هم يستعجلون المحكمة الدستورية، يعني كأن الأمر يتعلق بإجراء، كأن الأمر يتعلق بالشكل بالقشور. المسألة ليست كذلك، لأنه المعاناة في تركيز مجلس أعلى للقضاء ضامن لاستقلال السلطة القضائية أو حتى لوجودها يجب أن يستغرق الوقت الضروري. احنا شفنا حتى الجبهة الشعبية والمعارضين الذين كانوا ضد نموذج المجلس الأعلى للقضاء الحالي تراجعوا عن موقفهم، لأنه ربما مصالح حزبية يكون ذلك سببا في تعطيل المؤسسات. يعني كأنه الهدف هو تركيز مؤسسات بأي ثمن. ألو، للأسف انقطع الخط. نذكركم أنه ضيف رئيسي لحصة اليوم من سياسة فام القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني، سعين لمعاودة الاتصال به نستكمل معه الحوار. الحقيقة كلام مهم وكلام خطير، يعتبر أنه لحدث آمس على عكس الكثيرين اللي يقولوا حدث تاريخي هام و خطوة هامة في بناء الديمقراطية في تونس، وخاصة خطوة في اتجاه تركيز سلطة قضائية مستقلة المطمح والمطلب من المطالب العموم التونسيين. يقول لكن من كلامه نستشفه أنه راجعين بالتوالي مش ماشيين القدام. يقول أنه أصلا القانون الأساسي المنظم لهذا المجلس أصلا لا يساعد، هو قانون غير دستوري، يعتبره صراحة قانون غير دستوري، ولا يساعد على تركيز جهاز معناها قضائية وسلطة قضائية مستقلة. انتقد الأحزاب السياسية خاصة النهضة والنداء، ويقول إنهم هم خرجوا نموذج القانون على قياسهم وبحسب ما يخدم مصالحهم. يقول التسرب لمؤسسات الدولة هو لعبة الأحزاب. يقول نور الدين البحيري اللي كان وزير العدل السابق كان هو اللي يتحكم في الحركة القضائية ونقلة القضاة، ويقول أيضا لا أستبعد تأثيره في الانتخابات اللي تمت أمس. يقول للأسف نخبة القضاة اللي هم القضاة الرتبة الثالثة لأنهم هم أصحاب المناصب العليا في القضاء، يقول إن اختاروا أنه ينتخبوا أحد رموز، يقول رموز الفساد القضائي، الفساد الإداري والمالي في عهد بن علي. لذلك علاش يعتبر أنه القضاة اختاروا انتخاب الانقلاب. يعني ثم سألناه في آخر سؤال على تأثير هذا وتداعياته على المحكمة الدستورية اللي المفروض هي الاستحقاق الدستوري الجاي. يقول لا ننتظر أن تكون المحكمة الدستورية محايدة. يقول أول شيء بناء على تركيبتها اللي بشي يرتكبوها اللي بشي يختاروا أعضاء المحكمة هذه. نعرف أنه 4 أعضاء ينتخبهم مجلس نواب الشعب، 4 أعضاء ينتخبهم رئيس الجمهورية، وفما أعضاء بناء على صفاتهم. بطبيعة المجلس نواب مقسم بكتل حزبية، يقول أنه هذا بش يكون بطبيعة اختيارات وفقا للاعتبارات السياسية والحزبية كعلش. وأيضا بناء على ما أفرزته انتخابات المجلس على القضاء، يشكك أحمد الرحموني كثيرا في أن تكون المحكمة الدستورية القادمة محكمة محايدة، ويقول هي أصلا تم تشكيلها على خلاف القواعد والمعايير الدولية للمحاكم الدستورية. نذكر أيضا أنه القاضية كلثوم كنو التي شاركت وترشحت في الانتخابات هذه، هي أيضا هي لم تنجح في الانتخابات هذه، ما تمش تصويت لها، ليست من بين الأعضاء 44 اللي تم انتخابهم أمس. وكتبت في تدوينة على صفحتها على الفيسبوك تقول
إن القضاة قالوا كلمتهم في انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وانتخبوا من رأوه صالحا لتمثيلهم بالمجلس ويجب أن نقبل بهذه النتيجة. لهني بان لك عادي لكن تختم بجملة لافتة والحقيقة ربما تنسف ما سبق الجملة اللي سبقتها، تقول أحمد الله أني لم أفوز في هذه الانتخابات حتى لا أكون جنب إلى جنب مع من قاد انقلاب 2005 ومع من سخر وسيسخر نفسه لخدمة السلطة السياسية مهما كان لونها. يعني واضح والقاضي أحمد الرحموني أشار صراحة لانقلاب 2005، تعرفوا ربما البعض الكثير يعرفوا التفاصيل البعض ربما لا، أنه انتخابات أعضاء جمعية القضاة النظام بن علي وقتها يقرر يعني أنه الرجوع في الانتخابات هذه ويحل الجمعية يعني، والقضاة تعرضوا لتم انتخابهم تعرضوا لعقوبات أنه يعني نقلتهم نقل تعسفية وتم ملاحقتهم ويعني يعني كان يعني حدث مهم جدا زعزع القضاء والقضاة وقتها وشكل مظهر من المظاهر هيمنة ووضع اليد من قبل سلطة بن علي على الجهاز القضائي في ظل وقتها وزير العدل البشير التكاري. يقول إنه يكون مجلس جديد في أسماء وذكر أحد الأسماء صراحة يعني يقول من تزعم من القضاة هذا الانقلاب نجده اليوم ينتخب في المجلس الأعلى القضاء. يقول لذا من شك كثيرا أنه يكون هذا المجلس مستقل وأنه هذا المجلس بالفعل يحرص ويساهم في تكريس استقلالية القضاء والسلطة القضائية. تقريبا هذا أهم ما جاء على لسان كما قلت أحمد الرحموني اللي هو قاضي وذكر ورئيس المجلس المرصد التونسي لاستقلال القضاء. على كل خلينا ناخذ استراحة إذا ما استطعناش سعين إنه نحاول يرجع معنا سيد أحمد الرحموني. على كل ناخذ استراحة موسيقى الأخبار سمعك التصوير.